فيروس ايه بيجي من الاكل بره البيت؟ ادي ايه كبد اهو؟ سمنه السمنه اللي تفشت في الولد اللي قد كده من اكل بره البيت لا تتخيل الصندوق اللي سيادتك بتاخده تاكله كده أه. في كم سعر حراري؟ سير. لا تتخيل بعد الولد يتخن ولما يكبر يحرم من دخول كل الكليات العسكريه كل الكليات العسكريه انا كنت في كشف هيئه لأحد الكليات العسكرية. ترهل الثديين الشباب بقى عالي جدا. جدا. طب ده ليه؟ من أكل بره البيت. رجاء لكل أم وكل أب وكل ولد بيفهم كل أكل ماما وبس. وبس بره البيت ما تدوقش لقمة. طبعا أصحاب المحلات ممكن يستنوني بره الاستوديو يموتوني بس ما فيش مشكله <applause> هي دي قافه العصر يا دكتور قافه العصر قفت. اه على فكره امريكا كده وسويسرا كل عندهم بس عندهم الفاست فود ده عامل مشكله كبيره جدا عندهم فما بالك عندنا والوعي واقع شويه م. يعني الولد اللي ما اتعلمش كويس هو ده اكله يقول لك انا بقعد طول اليوم بره البيت خد سندوتشك معاك ما هو اللي بيقعد بره البيت بقى لو كان صنايعي ولا لو كان كذا, كذا معاك الصبح هو بيعمل ايه يا دكتور بيجيب علبه الكشري اه ومعاه رغيفين كده بيعملوا سندوتشات اه عشان يسد معاه نشويات في نشويات ده في بيعمل الكوشري الكشري سندوتش ايوه ايوه طيب. اه دي بعنايه شفتها يعني مم. وبعدين ياكل جنبيها بطاطس محمد ما دي اكله شعبيه شهيره بالنسبه للناس اللي بتشتغل في الشارع طول اليوم لا يا شم. لازم الناس تبقى عندها وعي في الاكل لان الجسم ده ما يتعوضش جسم ما يتعوضش لو كبدك باظ مش هتعوضه. لو كلاويك باظت مش هتعوضه. لو قلبك باظ مش هتعوضه. فدي حاجات يعني وبعدين سبحانك الله ربنا مديك جهاز يعمل 85 سنه. بتبوظه ليه؟ اللي هو الكبد كله. أه. هل تعلم ان القلب ده بالمناسبه يعني بيدق بين 110 و120 الف دقه في اليوم. أه. تاني بين 110 و 120 الف دقه في اليوم حلو احسب لي واحد 85 سنه دق كم دقه يا سبحان الله ب بقل... 110 الف في اليوم حافظ عليه حافظ عليه خساره مم. كبدك لو تعرف بيشتغل ازاي وبيعمل ايه وظائف الكبد قد ايه تحافظ عليه طب يا ريت يا دكتور نركز على الكبد النهارده واحنا طبعا بنتكلم أوه. على الفيروس اللي هو الغريب أوه. وبيصيب الكبد يعني فعايزين نعرف برضه هو ازاي بيعمل وازاي بيحمي الانسان من مشاكل كتير جدا جدا وازاي احافظ عليه. ساعات اخش لطلبه بكالوريوس اقول لهم اهم عضو في الجسم الكبد. فتلاقي واحد فلحوص كده يعني. والقلب يا بيه والمخ اقول له القلب مهم جدا جدا. م. والمخ يا بيه والعين جميع الاعضاء مهمه أوه. انا بقيس المفروض كان الطالب يقول لي انت بتقيس اهميته بايه؟ يعني انت قلت مهمه على اساس ايه؟ تقاس اهميه العضو بعدد الوظائف اللي بيعملها.